الفنانة القديرة تيسير فهمي من سوريا، المخرج السينمائي نبيل المالح من السعودية، الممثل المتألق عبد المحسن النمر، ومن مصر الفنانة جيهان فاضل، والآن مع حامل المسؤولية الفنان دوريت لحام. شكرا شكرا يا قلبي، كتر خيركم جميعا، كتر خيركم، شكرا 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 شكرا. يسلم الإيدين، لا تأخذونا. شكرا يسلم الإيدين. بعد ثلاث حلقات من هالبرنامج بدبي عدنا لبيروت، هذه المدينة اللي منظلم نشتقلها لو كنا فيها. وبين بيروت ودبي رحت 4 أيام بمهمة لليونيسف إلى المغرب، هذا البلد الجميل والطيب وأهله الأحلى. طبعا بحبنا البرنامج وجه لهم شكر كبير لكل شيء عملوه من شاننا. كان في مؤتمر من شان مسألة تحسين حياة الأطفال بالنسبة للصحة والتعليم في المناطق القروية. المؤتمر عقد بمدينة اسمها تحنوت. أخ المغربي اللي عم يرجينا على المدينة عم يدور معنا، يقلنا هون هيك هون هيك، فمرتي قالت له أنا بعرفها لتحنوت. قال لا هلا مشيتي تحنوت قبل؟ قالت له لا أنا ما جيت قبل على تحنوت، هي أول مرة، بس نحن وجايين من مراكش قريت لافتة على الطريق تحنوت 30 كيلومتر. إذا كان حدا منكم معه أو عنده كتاب عن لافتات الطرقات بركي بعت لنا إياه مشان مرتي تستمر بالقراءة. من أخبارنا أنه طلب النائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني من المواطنين الأمريكيين توخي الحيطة والحذر من عمليات إرهابية جديدة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف الواحد لما بده يقطع شارع عادة طلع يمين شمال وبيمرق، بيقولوا هلأ بأمريكا المواطن الأمريكي لما بده يمرق بيطلع يمين وشمال وهيك وبعدين بيمرق. مطعم جديد افتتح في لندن يقدم للراغبين مقبلات من الصراصير المقلية أو المشوية، ويليها طبق أساسي من يخنة التماسيح أو لحم الأفعى، أما الحلوى فهي عقارب بالشوكولاتة. صار واحد أخذ مرته على هيك مطعم بصير بدل ما يبوسه يبلش يعضه. بس قال بيقدموا المقبلات صراصير، دخلكم ببريطانيا منين عم يجيبوا صراصير؟ يظهر نحن بلشنا نصدر. واضح. قامت الحكومة الأفغانية المؤقتة بإتلاف محصول الأفيون في ثلث الأراضي المزروعة بالأفيون في أفغانستان بما تعادل قيمته 7 ملايين دولار. حشاش عربي لما قرأ الخبر قال له لرفيقه لا تخاف ما حيصير عندنا مثل أفغانستان، لأنه الفرق بيننا وبينهم أنه أفغانستان الحكومة مؤقتة، الحكومة عنا دائمة وبدأ مساطيل ليقبلوا قراراتها. رفض موظف في جمارك دولة عربية الإفراج عن قرية عين مستوردة لزراعتها في عين مصابة كونها قرنية مستعملة، وقوانين الجمارك تمنع استيراد المواد المستعملة. حلو الواحد يروح لهيك بلد مثلا ومرته ما يسمح ولا مرته تدخل لأنه مستعملة. عشر مؤشرات تدل على أنك تقدمت بالعمر. عاشرا، عندما تبدأ تنتبه أن بيتك يلي اشتريته من 20 سنة يقع في الطابق الخامس. تاسعا، عندما يقوى سمعك فجأة عند حديث الأصدقاء عن المقويات. ثامنا، عندما تقوم بالنسخ عن صورك القديمة ولا تستعمل الجديدة في تقديم الطلبات. لو تشوفوا صورتي على هويتي ما بتعرفوني أبدا لما كنت هالقد الصورة. سابعا، عندما تناديك إحدى الصبايا بكلمة يا عمو.
فهمتي حبيبتي؟ أنا وفقت لي يا عمو. ضروري يا عمو هاي. سادسا إذا قالت لك في الظلمة إحداهن ما أنعم وجهك ويدها على رأسك. أنا بتصير معي هاي من هون. خامسا عندما تستطيع أن تنظر إلى أسنانك بدون مرآة. طالعوا نظفوا. رابعا عندما يصبح الأطباء هم الأصدقاء الأكثر قربا إلى قلبك. ثالثا عندما تسمع من الذي يريد مجاملتك قوه بعدك شاب. على فكرة بسمعها كثير هاي. ثانيا عندما تقول عند وفاة صديق عمره 70 سنة والله بعده صغير. أنا من 10 سنين بلشت أولى. أما الأمر الأول الذي يدل على تقدمك في العمر فهو عندما تبدل زوجتك كلمة حبيبي بيا أخي. شكرا. والآن معنا عبر الأقمار الصناعية بطل المرحلة العربية الراهنة وصاحب أكبر إنجاز اقتصادي عبر التاريخ، مكتشف نظرية العيش بلا تكاليف. رحبوا معي بالمواطن الصالح أبو الهنا. شكرا شكرا. عفوا سيد أبو الهنا، ممكن تقلنا قديش راتبك بالشهر وكيف عم يكفيك بعد الزيادات المتلاحقة؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. صار راتبي 100 دولار بالشهر، عم وفر منهم 10,000 دولار بالشهر. شو يعني بلا مؤاخذة عم تسرق؟ حاشاني حاشاني من الحرام. لو كنت أم أسرق كنت صرت مسؤول مهم بالدولة. لكان فهمنا كيف عم توفر 10,000 دولار بالشهر من 100 دولار. أولا بالنسبة لللبس، أنا ما بلبس إلا سينيه، بس السينيه غالي. نعم المهم يكون غالي على القلب. هذا الجاكيت مثلا، شوف عليه اسم جدي وردته منه وصار لي 20 سنة بلبسه. هاي وفرت 1,000 دولار حجاكيت سينيه من باريس. سجل. وجاكيت السينيه ما حلو ينهرى اللي باسم جدك؟ البضاعة القديمة مكن ما تنهرى. جدي ورثته عن صلاح الدين الأيوبي، راعب المسلسلات بتشوفه لابسه تحت الدرع لما فات على الإبس، وملابس داخلية ما بلبس. الحمد لله البنطلون ساترها. بتحب اشلح لك البنطلون بتشوف؟ لا 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 لا, لا. يا أبو الهنا لا. شكرا أبو الهنا، محظورة في ستات. لأنه المهم هي وفرنا 50 دولار بالداخلية، سجلوا. طيب ما بتدفع فواتير كهرباء مي؟ بالنسبة للمي الله سمح لنا بالتيمم، وكهرباء من شان الضوء يعني. نفتح الجلايل والبرادي 10 أيام بنص الهجري مشان يفوت القمر لعنا. طيب والأكل؟ اولا انا لغيت الفطور والعشاء مشان الرجيم. هدول فيهم شيء 300 دولار بالشهر توفير. سجل. طيب هو الغداء؟ الغداء لحم ما باكل مشان الكوليسترول، والفرنج البروستيت بعتبره استعماري، والسمك بخاف يفتكه، وطبخ ما عنا غاز. اما همبرجر ما باكل مشاني انا مقاطع امريكا. يعني ما بتتغدى؟ بلا بلا. اوقات بقول يا حالي ما بقى بدي اوفر، بدي اعيش يا اخي. لذلك بروح على مطعم راقي يكون، بسال بقديش الغداء، بيقولوا لي 30 دولار، بترك وبمشي. اضربهم
بثلاثين يوم، هي توفير 900 دولار تستاهل ثمن أغذية راقية. ما عندك عيلة سيد أبو الهنا؟ بلا، عندي مرة وثلاث أولاد. المرة رجعت لبيت أهلها، والولاد اثنين بعتون، الثالث أطاق عمره شنو مصارينه سكري، هي توفير شي 500 دولار بمصاريف العيلة. طيب ومصاريف تانية ما عندك؟ لا لا ما عندي مصاريف هيك وهيك، شني أنا مواطن صالح. مو صالح، معتر. هو حتى تكون مواطن صالح لازم تكون معتر. مثلا أنا ما بخالف شارة المرور، بمرق على الأخضر، لأنه مخالفة الشارة بتكلف 10 دولارات، وإذا ما خالفت مرتين باليوم بوفر 600 دولار. معناتها فيك توفر أكثر إذا ضليت رايح جاي بالشارع. مزبوط، هي ما اجت في بالي، بعملها للمرة الجاية. ونسيت إلا كمان إني أنا حتى لما بدي انتحر وفرت. ليش حاولت انتحر من قبل؟ جيراننا عندهم فيران جابوا لهم سم، خطفت حبة سم من تم الفارة وبلعتها ومتت. الحمد لله متت. متت؟ طلعت روحي على السماء ورجعت، الظاهر قال ما اجى دوري. بس انا هلا ما عرفت انت كيف عايش. عايش عايش من قلك الموت. بدون تعليق، انتهى التعليق على الأخبار على مسؤوليتي. وهلا بتمنى ترحبوا معي بالضيوف اللي شرفونا اليوم، دائما مبتسمة إطلالتها تؤكد على حضورها الفني المتميز من أهم أعمالها أرابيسك وآيس كريم في جليم، من مصر الفنانة جيهان فاضل. حائز على أكثر من 45 جائزة سينمائية، آخر أعماله غراميات النجلة، من سوريا الأستاذ المخرج نبيل المالح. من خلال فنه أثبت وجوده ليحمل الفن الخليجي إلى العالم العربي، من أهم أعماله آخر العنقود. من المملكة العربية السعودية الفنان عبد المحسن النمر. استطاعت أن تبني بنفسها نمطا مميزا، نسجت منه نجوميتها وكسبت احترام الجمهور في الوطن العربي. من آخر أعمالها ممر الزمن، من مصر النجمة الفنانة تيسير فهمي. أهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا ورجعين. شكرا شكرا شكرا. يسلم والإيدين. سؤال مخرج أمريكي، من صاحب الكلمة الأولى والأخيرة أثناء تصوير الفيلم؟ قال لهم بالطبع أنا. سؤال نفس السؤال لمخرج عربي، قال لهم من الناحية النظرية أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وعمليا المنتج، وفعليا البطلة صديقة المنتج. لمين المخرج؟ معنا مخرج. مين المخرج؟ الله يسامحك. بصير مهرجانات دولية كتير للسينما، وبيحاولوا السينمائيين العرب المشاركة فيها، وبتصح لهم دوما فرص نادرة جدا. الآن يعقد مهرجان كان اللي هو يعتبر أهم مهرجانات بالعالم، وما في مشاركة بالمسابقة الرسمية إلا لفيلم عربي واحد من فلسطين. هل يا ترى استطاع الفيلم العربي أن يجد له أو أن يثبت حضوره بالوطن العربي لكي يبحث عن مكان في مهرجان عالمي؟ هي المشكلة بأنه السؤال كتير جدي وبده يجاوب عليه بشوية من الجد.
يعني الوضع السينما العربية مثل وضع السياسة العربية، مثل وضع الاقتصاد العربي، مثل وضع الثقافة العربية عامة، لما تكون خلاص عرفنا معناتها ليش عم تروحوا على المهرجانات. اي هذا واحد. من ناحية تانية الحقيقة في أفلام عربية عن جد عم تقدر تثبت حضورها العالمي، هو ما بالضرورة مهرجان كان. يعني عفوا أستاذ نبيل، الحضور العالمي، هل أنتم بتعتبروا الحضور العالمي هو الحضور في مهرجان ولا حضور للمشاهد الغربي؟ لا أستاذ بريد، هو إحنا كعالمي، إحنا عالم عربي. إحنا عالم لوحدنا، يعني العمل أو الفيلم العربي أو أي عمل فني عربي لو قلنا عالمي فإحنا عندنا عالمنا. لو قلنا خارج عالمنا العربي، لأن في سينما إيطالية وفرنسية وأسبانية في حدود محليين زينا بالضبط، الشيء العالمي الوحيد السينما الأمريكية. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم، هل فيلمنا العربي هيقدر يوصل ينافس الفيلم الأمريكي؟ مش هيقدر ينافسه. لكن على مستوى عالمك العربي فأنت عالمي، أنت ممثل عالمي على مستوى عالمك العربي. طيب قادر الفيلم العربي ينافس الأمريكي في الوطن العربي مثلا؟ لا لا بصراحة، هو بس يعني من ناحية احنا عندنا سينما، وعندنا سينما ابتدت تتشاف برا، يعني افلامنا متواجدة في مهرجانات برا، في افلام منها الناس حبتها او لقت اقبال. يعني عندنا في حاجة اسمها سينما عربية، وده في الظروف اللي احنا فيها اعتقد برضو يعتبر شيء انجزناه. عندنا سينما، نعم نعم. يعني قد تكون يعني صناعة سينمائية الوحيدة في العالم العربي في مصر، لكن أنا بتكلم حتى بشكل عام، يعني في سينما عربية، نعم، وفي سينما بيبقى برا عايزين يشوفوها. إن إحنا عفوك عفوك، شو معنات برا؟ يعني برا الدول العربية. يقول إنه هل منقصد ببرا يعني المهرجان ولا المشاهد الغربي؟ المشاهد الغربي. لا المشاهد الغربي. الغربي لا، المهرجانات بس. وطبعا ده ما يعتبرش شيء جيد، لان اللي بيشوفوا مين؟ لجنة التحكيم او بعض اللي هيبقى عندهم فضول يشوفوا سينما العالم الثالث. طيب ليش حتى العربية مش قادرة تنافس الامريكي في وطنها؟ من المشكلة استاذ بريد، هو المشكلة ان السينما هي عدة مفردات كذا، لها لغة. احنا ما زال عندنا الفيلم العربي لغته، يعني احنا يدوب كعرب حتى قادرين نفككها، يعني لانه بسيطة جدا، واحيانا حتى توصل الى مستوى السذاجة. بس المفردات تحصلها في الأفلام العالمية، هي المفردة الفنية كاملة واضحة فيها، من ناحية التقنية، من ناحية الفكر اللي موجود فيها، فلذلك تصلنا بسهولة ونقدر احنا نتعامل معها حتى بدين انت ما تفهم اللغة. احنا نفهم لغة أفلامنا ولا احنا قادرين نفهمها ونستوعبها لبساطة مفرداتها. يعني انا بعترض على شيء جزئيا على هذا الكلام. اول شيء، في عدد من السينمائيين العرب اللي فعليا في لهم حضور عالمي وبيتحدثوا بلغة عالمية. هذا واحد. برجع بغض النظر، بسأل سؤال، حضور عالمي قصدك في المهرجان انه صاحبه مدير المهرجان وبيدعيه وبيحضر مهرجانات؟ لا ما بيه، ولا عم تنعرض افلامهم على مستوى شعبي في المفروض انا ما يسمى برضه؟ يعني هو بينزل افلام في فرنسا مثلا، وفي جمهور مش جمهور كبير، بس في جمهور فرنسا بيحب يتفرج على الافلام. يعني ما لازم بيتعرض فيه في امريكا. يعني مش ان ما فيش تواجد خالص للسينما العربيه، لا، في ضعيف. شوف، لا لك نحن قالت أنا لح شوف وانت سير. قالت كلمة كتير مهمة، الفيلم ما يسمى بالعالمي المقبول عالميا هو الفيلم الأمريكي، بس هذا ما بيلغي وجود سينمات أخرى عندها رسالة ثقافية. نحن نعرف بأنه الفيلم يحمل رسالة ثقافية، والرسالة الثقافية تحمل الرسالة السياسية والرسالة الاقتصادية، يعني مفهومة القصة. بالوقت الحاضر مجموعة من السينمائيين العرب اللي هن قدرانين يتواجدوا، ما في شيء اسمه مهرجانات دولية، ما في شيء اسمه هذا صديقي وهذا شو اسمه، لما بياخد فيلم عربي جائزة في مهرجان يعني بياخدها عن جدارة. وصوله للجمهور هذا موضوع آخر، لأنه إحنا ما عندنا القوة. كيف موضوع آخر؟ لحظة حبيبي، أمريكا تملك صالات. هلأ الآن في ألمانيا دولة بأوروبا، الفيلم الألماني لا يجد طريق إلى الصالات الألمانية، لأن الصالات الألمانية تعرض فقط الأفلام الأمريكية. وهلأ بدأ بالعالم العربي، بتروح لصاحب صالة بتقول له أنا ما بحط عربي، وكأنه بده يتبرأ من طيب ليه؟ يعني ليه الفيلم العربي ما له حضور ببلده، ولكن حضوره فقط
ما زال البطل على التلفزيون. يعني إن خذ جمهور العادي اللي أمشي على السينما في فيلم عربي ما بيروح، لكن على التلفزيون بيقعد وبينتظره، والمحطات تعتبر الفيلم العربي على أقنيته هو الأقوى. لا لو من عاد 100 مرة، أنا مرتي لما تكون في فيلم مثلا فريد الأطرش شايفته 10 مرات بتحضر المناديل الكلينيس مشان تبكي. وسلفا عارف الفيلم وشايفته بتحب تشوفه مرة أخرى، بس إلا أمشي فيه بالسينما ما بتروح. ليش؟ لا بس بعد إذنك، مش كل الأفلام وإلا ما كانتش استمرت السينما، لازم يبقى في افلام بتحقق جماهيريه وبتحقق دخل عشان المنتجين يستمروا، والا هنقفل خالص. لكن هو اللي حضرتك بتقوله يمكن القنوات الفضائيه الكتير، التلفزيون سحب السجاده شويه لكن مش هيقدر يسحبها ممكن لفتره، يعني ان في عده قنوات كتير جدا بتتفرج على اللي انت عايزه، فالمشاهد بيكسر ينزل. سيدتي في ارقام مرعبه لا بتطلع بالاحصاءات، انه حتى باوروبا بيقول لك نسبه الاوروبيين اللي الى جانب الفيلم الامريكي 85%، بينما فقط 15% مع السينما الامريكيه. بالعالم العربي نسبه 95% لصالح الفيلم الامريكي و2 لصالح الفيلم. انا لو اقدر انتج الفيلم فيلم عندي بكم التكاليف اللي بيتعمل بيها فيلم امريكاني، ما اصل مقابل ان انا اصرف جامد قوي على فيلم ان انا اعمل حاجة فكرة، يعني اعمل ابداع او يبقى عندي خيال خرافي قدر يعني اوازن بيه قلة الفلوس. لكن انا بنتكلم على ميزانية فيلم امريكاني، حاجة بيتبني ديكورات غير طبيعية، بيتعمل يعني بتحضر فيلم، احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نحضر فيلم الفترة اللي هم بيحضروها. يعني طبعا هم بيقعدوا سنة يجهزوا في ممثلين ويحضروا في الفيلم ويحضروا في ملابس، احنا ما عندناش كلام ده. احنا عندنا يمكن شهرين قبل الفيلم يلا هندخل كمان شهرين، والممثل بده يفوت من في ويكون بفايت بثلاث افلام مع بعض نفس مع مسرحيه برضه. والممثل مضطر يعمل ده عشان يعرف يعيش برضه، يعني ما يقدرش ان هو يقعد يعمل فيلم ويستنى قبل ما يجي يعني فيلم ثاني. عفوك، يعني فينا نقول انه نحن عندنا حضاره ثقافيه ولكن لا نحسن التعبير عنها، ولا في رفض لثقافتنا برا؟ احنا مش هو الموضوع احنا ازاي بنقدم ثقافتنا. يعني انا ما اقدرش حتى اقول ان احنا بنعمل شيء يعني مقدم لهم شيء رائع وهم رافضينه، يعني ده مش حقيقي. احنا في حصل نكسه لينا او الثقافه اللي كانت موجوده. احنا ما بنتكلم على افلام فريد الأطرش، طب ما هي الفتره دي كان نوعيه الافلام احنا مش عارفين نعمل حاجه توازيها، مش حاجه شبهها عشان ده زمن انتهى، بس حاجه تبقى تقدر تستمر زي الافلام دي. احنا ما بنعملش ده دلوقتي، فاحنا في فتره الثقافه ما بقتش زي الاول، حتى اللغه في الشارع ما بقتش زي الاول، الوعي ما بقاش زي الاول. رايكم تعلقنا مثلا او تعلق ناس في الامريكي بسبب الابهار والتكنولوجيا القدره على ترجمه الاشياء هو الاهم؟ هو احنا نملك تراث ونحمل ثقافه، ويبدو لي انه يمكن احنا اكثر شعوب عندنا عمق في التراث وفي الثقافه، بس هي قدرتنا على ترجمه هذه الثقافه بالشكل التقني المعاصر هي المشكله. هي القدره تجي في مثل ما تفضل الاستاذ نبيل، في العامل الاقتصادي مهم وفي دور العرض. حتى انا لما اعمل فيلم يكون تكاليفه مثلا في $1,000,000، طب راح يعوض عليه في دور العرض اللي موجوده؟ هل المشاهد راح يستوعب هذه المساله وراح يكون في مردود يوفي الانتاج او لا؟ هذه مساله مهمه جدا. الترف اللي احنا عايشين فيه، يمكن خلينا نتكلم عن الناحيه الخليجيه على الاقل بحكم اني انا انتمي لهذه المنطقه، احنا اصبح عندنا التقنيه في البيت موجوده. انا ممكن اشاهد سينما في البيت من خلال شاشه تلفزيون كبيره وانا جالس في بيتي مع اولادي من غير ما اني انا اذهب اروح الى السينما مثلا. هذه برضو اثرت كثير على السينما، يعني انا الفيلم اقدر احصل عليه على CD مثلا واتفرج عليه في البيت ومن غير ما اني انا اتكلم. هل بيرضى المشاهد الغربي يشوف فيلم سينمائي على CD بالبيت، ولا بده الصوره والشاشه العريضه السكرين العريضه؟ هي في نقطتين يبدا نحن عم نتجاوزهم. هي النقطه الاولى بانه السينما هي اكتشاف لعوالم. هذا الاكتشاف للعوالم بيحتاج لحريه تعبير، بيحتاج لعالم لجو ديمقراطي، يحتاج الى البحث في كل ما هو ممكن في السينما. هذا طرف. الطرف الثاني في الطقس الاجتماعي. الطقس الاجتماعي أن أذهب أدفع فلوس لأتواجد مع الآخرين، لا أعرفهم لا يعرفوني، ولكن أذهب أدفع فلوس لكي أحضر. التلفزيون صنع عزلة
إنسانية أكثر. هلأ صار الناس يقعدوا بالبيت يحط التلفزيون يتفرج على الفيلم وينتهي، صار العزلة أكثر. نعم. الأسباب العزلة سبب اقتصادي، سبب اجتماعي، سبب إنساني. الفيلم مو سبب كمان، نوعية الفيلم مو تدور سبب. ليش يعني برجع لنفس السؤال، ليش الناس بتروح على السينما تتشاهد فيلم أمريكي ما بتروح تتشاهد فيلم بس عربي؟ مش كل الأفلام، أنا ضد التعميم على فكرة، إن في أفلام بتتشاف ما نقدرش نقول. ليش عم بتحملنا بس للسينمائيين العرب؟ مشكلت بأنه بيحبوا يشوفوا الفيلم الأمريكي أكثر من الفيلم العربي. ليش ما بتحمل أوروبيين أنه بيحبوا يشوفوا الفيلم؟ يعني هي المشكلة هي هيمنة ثقافية، عملية غزو ثقافي حقيقي. ولعبانة أمريكا اللعبة بشكل جيد، أول وآليتها كلها تشتغل فيها. لا. يعني الواحد والله بيقعد بيفكر بهالبطل وهالنجم وشو اسمه، لأنه موجود دائما بين إيديه، بين بالدعاية وبالإعلان. نحن ما في عنا. ببدايات السينما كان طبعا حرام، أهل القرى ما يقدروا ينزلوا على المدن لضيق الإمكانية ليشوفوا، سمعوا عن السينما وفيلم، فاجتمعوا أهل القرية قال بدل ما نروح كلنا وما معنا فلوس نروح على السينما على المدينة، قال بيروح المختار بيشوف الفيلم وبيرجع بيحكي. ففعلا راح المختار عشية، اجتمعوا أهل القرية كلهم وقال احكي لنا يا مختار شو شفت الفيلم، احكي لنا الفيلم. قال له والله ما شفت الفيلم. قال له كيف مو رأت على السينما؟ قال لهم بلا، قال لهم بس على بين ما سلمنا على الحاضرين كان انتهى. رجعين. شكرا شكرا. نسلم ايديكم تحديدا. يعني ففي واحدة عمرها شي 20 سنة صبية حبت واحد عمره 70 سنة ظاهر معه، يعني لانه مشان هيك الحب يعني. فاخدته لعند اهلها لتعرف اهلها عليه، فاما وطت على البنية وصارت تحكي معها بصوت واطي، قالت له لك بنتي ما لقيت غير واحد مثل هذا، ظهره محني وشعره شايب، بدلة اسنانه بتطلع بحرف الشين، وضوبه مو طاسس فنجان القهوة. قالت لها ماما ما في داعي توطي صوتك لأنه سمعه تقيل. هل هناك سن يأس بالحب؟ يعني بعد هالسن بيفقد القلب الإحساس بالحب لما ما له علاقة بالسن؟ أصغركم يحكي. جيهان أصغرنا. إذا بدكم يحكي أكبركم، أنا بعدني لهلا. لا ما فيش سن ما عادي الواحد مش ما يقدرش يحب، يعني ما اعتقد الحب لغاية اي سن، بس احنا بنتكلم على فرق السن في العلاقات، وده برضو ممكن يعني وارد ان يحصل قصة حب بفرق كبير، بس لازم نبقى الواحد نستبعد بقى ان يبقى فيه حاجة مادية. يعني ممكن نبدأ الكلام بان لو ما فيش اسباب مادية، يعني لو هو مش غني، لو اهلها مش ضغطين عليها، او لو هي مش قاصر، يعني مش مثلا واحدة صغيرة زيادة عن اللزوم. في حالات كده حتى بتحصل، يعني في ناس بيبقى بيحبوا بعض. طيب انت هلا يعني سمحتي للغني الكبير بالعمر يحب الفقير اللي عمره؟ لا انا بقول سنة. لو استبعدنا ان في اسباب مادية بتخلي واحد اتنين يرتبطوا ببعض، احنا القلب بيتحرك بالعاطفة، بيتحرك اكيد لو بالسبعين تمانين تسعين، يعني عندي امل انا ضل حب مثلا. بس احب مراتك اعتقد يعني. الواحد بيفضل يعني افضل حب مراتك، يعني احنا لو هاي شغله خاصه بيني وبينها انت شوفك علاقه. يعني انا اسال حاجه، يعني انا ساعات بابا يعني انت عايز تغير وتحول ولا ايه؟ سوري يا جيهان. يعني بتهيألي ساعات مثلا بفكر مثلا وانا في المدرسه ببقى لسه حاسه دلوقتي زي ما انا كنت حاسه وانا لسه في المدرسه، يعني مش حاسه ان انا كبرت عن ده. وبتهيألي بعد كده حتى لما بكبر الواحد شايف نفسه في السن اللي هو حابب فيه نفسه، فما اعتقدش ان يعني شكلي من بره هو اللي بيحدد من جوه انا هحب مين. يعني ممكن ابقى مش شايفه او احب حد صغير واحب حد، يعني تهيالي الواحد ما يبقاش شايف نفسه كده قوي، يبقى جوه اصغر بكتير. انا ضد ان يعني ان الانسان يفضل يحب لغايه ما يموت، ده لازم.
يحب كل حاجه، مش لازم لا لا خلينا الراجل والمراه. لا معلش أوكي. لا لا لو ده لب الموضوع دخلينا بمتاهه كل حاجه. خلاص انا بقول لك حب الوطن وحب الام وحب الورد وحب الشمس لا خلينا الرجل للمراه تحديدا. اذا شفتي رجل عمره 80 سنه عايش قصة حب تستغربي بتقبلي هذه المسألة؟ يعني يحب بنت صغيرة مش شيء مش كويس لي ولا ليها، لأن هو الحب لازم يبقى مو بنت صغيرة، بنت من جيله. من جيله 80 سنة أوكي. يحب بنت 80 سنة لا ما فيهاش حاجة. لا لا بنت من جيله، إنه الحب بيضل بيخفق القلب الوقت. يحب طبعا. استاذ نبيل انت بتحب طبعًا. برايك انا بقناعتي اذا كان بدك يعني بهذا المقطع حاول تلاقي لهوه لزوجتك، بس قلنا الحقيقه شو بتشعر؟ انا بشبهني قالوا بزمان وانا افكر اذا انا موجود، في ناس بيقولوا انا اعمل اذا انا موجود، انا بقول انا احب اذا انا موجود. هذا واحد. مرتك سمعانه الكلام؟ ارجو ما تسمعه. هذا واحد. رقم اثنين بقناعتي لما يكبر الإنسان بالسن حبه بيأخذ أشكال جديدة. بس هيك لحددها الحب بأعمار معينة، طبعا مش بشكل مطلق بس بأعمار معينة في له كتير اكسسوارات، اكسسوار اللبس، اكسسوار الشكل، اكسسوار المصاري، اكسسوار يعني يحيط بالحب كثير من الأشياء الإضافية التفصيلية اللي تبدأ تتشفى تنزل. لما الإنسان بيكبر بالعمر بصير فعليا أكثر بحث عن الجوهر. بقناعتي بأنه الحب بسن متقدم في عمق أكثر بكثير من سن في والله هو في على فكره في دراسه بريطانيه جديده بتقول انه الرجال كل ما تقدموا بالحب بصيروا رومانسيين اكثر بالعمر، ومشان كل ما تقدموا بالعمر صيروا رومانسيين اكثر. مشان هيك في المثل المعروف يمكن كل العالم العربي يقول انه الجهل الختيار ماله دبار. ليش ليش بيسموه جهل؟ للصغار بيسموه حب وللكبير بيسموه على طريقه انه بعد الكبره جبه حمراء. طيب ليه بيستهجنوا؟ انه هذا بدء الفهم يا هذا بدء الفهم. فرق السن كبير؟ لا لا ما عم نحكي عن فرق السن. هو الحس لكن يحب يحب يعني حبش قد بنته ما عم نحكي يعني. لا مش عم نحكي عن الفرق، بس دائما نحن يعني الشاب المراهق اذا حب بنبقى قبلانين، بس اذا درينا واحد كبير بالعمر حب نستهجن انه بعد كبره جبه حمراء ومعقوله. ليه مو معقول الحب الكبر؟ هو لما نسافر برا نشوف يعني كثير، خاصه بتشوف المناطق السياحيه تشوف كثير اوروبيين، تشوف واحد عمره 70 سنه مع واحده ختيار عمره 60 سنه ومنقجين بعض وماشيين. يعني احنا نشوف هذا بالعكس نتكلم عنه انه كويس، لكن لما نشوفه في وطننا احنا في تركيبتنا الاجتماعيه نستهجنه، نحس انه مش طبيعي. ليه؟ مش عارف ايش يعني. هو يمكن مساله وعي، يمكن مساله وعي بعواطفنا اكثر. شعوب نكديه اكثر انتقاد للست عن الراجل. يعني الست الكبيره لما تحب منتقده، يعني الرجاله بالعكس المجتمع بيسمح لهم حتى لو عواجيز ان هم يحبوا يتجوزوا عادي، وحتى لو كنت طفله صغيره. مثل ما قال الاخ عبد المحسن انه فعلا نحن لما بنشوف رجال ومراه بمكان سياحي وهيك ختايره وعم يضحك له وتضحك له ويلقمها وبنقول له ليك مثل زيزون وزيزونه. ايوه لكن عندنا ايش نقول عنها لما نشوف المنظر؟ لا طبعا بجوز يعني بنرفضه حب الكبير، لانه راسا بنربطه بمساله الخيانه الزوجيه، انه هذا متزوج فرض لازم يكون وهلا عم يخون مرته مثلا. بجوز من هذا الباب. هو والله استاذ نبيل قال كلمه مره مهمه، يعني انه هو اذا افترضنا ان الحب هو حاجه طبعا، مش انا اقصد انه حاجه ماديه، ممكن تكون حاجه عاطفيه، بس هو ياخذ اشكاله على حسب العمر اللي انت فيه. يعني لا اذا جدك طلب يتزوج بتزوجه؟ طبعا يا ريت متزوج. هو متوفي طبعا كان ما عندي مشكله. متزوج هو؟ طبعا مش لازم تخش. شلون جيت انا؟ انا بزمانه في عنا مذيعه كانت عامله برنامج استقبل الضيف، قالت له متزوج؟ قال لا. قالت له كم ولد عندك؟ فهي انا حاولت اقلدها. يعني في وحده يبدو صبية كمان على طريقة صبية تبع أول المقطع هذا، حبة واحد عمره 70 سنة بس الظاهر معه، يعني
فاخذها مشوار بالسياره، هو سايق هيك سيارتها وهي قاعده جنبه ساعه ساعتين وسايق وهي قاعده جنبه، تضايقت يعني انه طيب احكي لك كلمه، لمست ايد على الاقل، تضايقت كثير. قالت له فظاعه انت الثاني، شو ما بعرف تعرف تسوق ايد واحده؟ قال لها بلا. راجعين. شكرا. يسلم الايدين. اثناء احدى الحروب العربيه الاسرائيليه، الجيش الاسرائيلي اجتاح قريه عربيه، وبالقريه قد ما بيسمعوا عن المذابح والمجازر اللي بيرتكبها الجيش الاسرائيلي، وخوفا من انه يرتكب هيك مذبحه بقريتهم، علقوا لافتات كتبوا عليها اهلا وسهلا بجيش العدو الاسرائيلي الغاشم. فهل يا ترى بسبب العجز العربي عسكريا ودوليا، هل القبول الرسمي للسلام من باب اهلا وسهلا بالعدو الغاشم؟ لا طبعا، هو مش ممكن هيبقى في قبول لاسرائيل باي حال من الاحوال. نعم. لكن احنا كعالم عربي احنا ما بنعرفش نتفق، او اتفقنا على اننا نختلف دائما ونطلع نبين عيوب بعض ومساوئ بعض، وكل واحد عايز يقول انا احسن انا احسن انا احسن، تهنا. نعم. في مين احسن ومين افضل ومين دوله زعيمه ومين دوله عايزه تاخد الزعامه، اتشتتنا وتهنا. دي مشكله وكلنا عارفينها ومن قديم الازل. المشكله الاكبر دلوقتي ان يحصل انقسام جوه فلسطين نفسها، دي الكارثه الكبرى اللي مش هيحصل لها بقى، اللي عواقبها ممكن تبقى يعني بشعه. طيب يعني اجيال اتربينا على كره اليهود، والاجيال الجديده بعد المذابح اللي حصلت عرفت يعني ايه يهود وعرفت يعني ايه يكرهوها، فما فيش اي جيل من الاجيال هيقدر يستوعب ان اسرائيل تبقى معانا حتى لو حصل سلام على الورق لمجرد هدنه يعني. بقدر شعورك بالتاكيد، يعني على فرض هيك تفكير فانتازيا، مو من نوع الفانتازيا التاريخية، الفانتازيا السياسية الحاضرة، لو فرضنا إسرائيل قبلت بكل شروط العرب للسلام بإعادة الأراضي وإعادة المهاجرين الفلسطينيين وكل شيء، وصلحت الموقف وانصاعت القرارات الأمم المتحدة وعملت كل هذا وقام على أساس السلام، هل تقبل أن تتعايش مع إسرائيل؟ هو طبعا أنا أتصور أنه هذه الفرضية أولا هي مستحيلة، فهي عم لك فانتازيا. أي فانتازيا ممكن، بس أنا أقصد أنه هذا التعايش، هل التعايش يجي بقرار يعني مثلا؟ هل ممكن؟ صعبة، هي التعايش هو رضا وقبول. أنا بتهيألي أن ممكن لحاجة، في دولة وفي شعب، إحنا مش مشكلتنا أساسا مع يعني الحكومة، مع حكومة إسرائيل أكتر من الشعب الإسرائيلي. أعتقد ان لو حصل ان يعني مش هنتكلم على النهارده ان الناس هترجع او انها هتبقى قادره تتعامل مع بعض، لكن انا بتكلم طب يعني التاريخ بيقول ان حصل ان الدول دبحت في بعض، وحصل ان الدول مثل اي دول يعني ان كان في استعمار مثلا، ممكن نعم. نقول المانيا، ممكن نقول كاستعمار يعني، ما هي مصر احتلت قبل كده ودلوقتي بقى خلاص ناسين يعني، يعني انجلترا ما احتلتنا، ما احنا بنروح انجلترا عادي ولا فاكرين اساسا ان دي دوله احتلتنا، وكنا يعني كانت في فتره ده العدو الاساسي بتاعنا. في سيدتي الكريمه، في ناس بياخذوا الامر هيك بهذا الاتجاه، انه والله بزمانهم الاتراك احتلوا بلادنا 400 سنه وبعدين صرنا جيران واصدقاء، لكن ضمن في فرق. بس انا ما بقولش ان احنا والانجليز احتلوا مصر، انا بتكلم على الواقع. ايه عيوني، والانجليز احتلوا مصر والفرنسيين احتلوا سوريا ولبنان والى اخره، ولهلا نحن اصدقاء مع فرنسا ومع بريطانيا، لكن الفرق كبير في هذا الموضوع انه هذول احتلوا وطلعوا، هدول حتلين قاعدين. لا بس انت قلت افتراض، يعني هي لا تشبه هذه، انت افترضت ان اسرائيل وافقت على كل شروطنا وهي برضو مش هتخرج، دي هترجع لحدود 67 يعني، هتفضل محتله جزء من ارضنا
ما هي مش هتخرج. ما هو انا برضو مش معرفش اقول كده يعني بوضوح، انا ما حضرتش حرب. ما حصلش ان انا ابويا مامتي ابني اتذبح قصاد عيني. ما اعرفش انا مستعد اعمل ايه لو انا خايفه يعني على ابني. بس الفلسطينيين دول كلهم هم اخواتك واباتك. لا انا قصدي هل انا مستعده ان انا اقبل صلح في مقابل ان انا ما يحصلش كده لاولادي، او لو انا خايفه ان ما يحصلش كده لاولادي. انا يعني قصدي ان انا ما اعرفش حتى افترض انا اقدر على ايه وما اقدرش على ايه. يعني ما اقدرش احط نفسي مكانهم. اقدر اتعاطف واقدر اايد واقدر اكره اسرائيل بسبب اللي بيحصل في فلسطين، لكن ما اقدرش ابقى مكان حد. يعني ما اقدرش، عمري ما هقدر ازعل زي حزنهم هم. يعني اقدر اتعاطف معهم لكن عمري ما هبقى نفس الاحساس عندي. هي دي الفكره. هل بتشاهدي التلفزيون طبعا وبتشوفي شو عم بيصير في فلسطين؟ لا انا قصدي بشوف بس انا إيه؟ انا مش هناك برضو. مهما شفت عمري ما هقدر اقول طب ما يمكن احسن ان يحصل صلح واحسن ان انا نحمي بقى الناس اللي قاعده بتتدبح. هل تصور هل تصور انه ممكن يكون في سلام مع مع غاصبين قاعدين؟ هو في منطق سائد بانه فعليا يعني بالمنطق انه المنطقة فعليا بحاجة لسلام، بحاجة لسلام لانه على مدى 50 سنة استنزفت واستعمرت، يعني استعمرت بوسائل اخرى بانظمة حكمها، استعمرت المنطقة بسبب انه الوجود الاسرائيلي. المنطقة بحاجة لسلام. انا بقناعتي، انا سئلت هذا السؤال مرة وانا لا اعتقد ولا اصدق اني في يوم من الايام اقبل سلاما مع اسرائيل لسبب واحد، لانه الاسرائيليين حتى لو انسحبوا وتحققت هذه الفرضية الفانتازية تبعك التاريخية المستقبلية، إسرائيل فيها فكر صهيوني. الفكر الصهيوني لا يفهم سوى المشروع الصهيوني. نعم. المشروع الصهيوني هو من النهر إلى النهر، من النيل للفرات. إلى الفرات. حربهم مستمرة، هم أعلنوا الحرب علينا واقعيا، وأعلنوا الحرب بشكل مستمر، وسيستمرون في هذه الحرب بأشكال مختلفة. نعم. اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. فرضا استعدوا للسلام وعملوا سلام بشروط عربية، هل تتعايش مع دولة مغتصبة مثل يعني إسرائيل؟ يعني تتعايش يعني لا بأصحاب لا طبعا، لكن هنتعايش يعني هنتعامل تجاريا، هنتعامل نروح نشتغل في نفس المكان، ندرس في نفس الجامعة. يعني يعني أنا بتعايش مع إنجليزي احتل وراح، هدول الاسرائيليين انا بتعايش معهم، مش دلوقتي يروحوا يرجعوا لبلادهم. ممكن بعد 200 سنة، بس ممكن بعد 200 سنة، بعد 200 سنة ممكن اجيال جديدة يعني الاطفال لو حصل سلام فعلي يعني وبقوا دولتين ليهم حدود زي اي دول وهم وافقوا الفلسطينيين، لان السؤال ده لازم يسأل الفلسطينيين هتقدروا تتعايشوا ولا لا. احنا كمان بيعنينا المدينة العربية. في طبعا في تعايش، احنا مش القضية بيننا وبين اليهود بشكل عام، هو اليهود موجودين حتى في سوريا، موجودين ومتعايشين معنا كمسلمين، ما عندنا اي مشكلة. وفي في في كثير من الدول العربية فيها يهود. صحيح. بس احنا نتكلم الان عن دولة اسرائيل، هل هذه لها حق ان يكون لها وجود ولا لا اصلا عشان انا اتعايش معاها؟ هي جات من لا شيء اصلا، هي مزروعة لهدف مثل ما تفضل الاستاذ نبيل، هي مزروعة لهدف ما. وجودها معناه متابعة الوصول لهذا الهدف. هي أصلاً المفروض يكون لها وجود عشان أنا أتعايش معها. ده طبعاً شيء متفق عليه. أيه يعني هو لا لها أرض ولا لها مكان. إحنا في المتاح دلوقتي. ما في شيء متاح. طبعاً ما في شيء متاح. مش ملازم إرادة تغير المتاح طبعاً. أو نورث أولادنا وأحفادنا على الأقل مسألة ال إنه لازم تبقى المقاومة شعلة في داخلنا. ما هو هذه الحسابات صعبة. لا ما هو ده دم كثير قوي مقابل ده. بس في جزء عايز سلام وجزء عايز مقاومة. في مؤيدين للمقاومة وفي مؤيدين للسلام. في ناس بيقولوا انه خود هلا جزء من الارض وارجع طالب بعدين، انت مع خود وطالب؟ لا طبعا، لانه هو خود وطالب ياخذ ايش وطالب بايش؟ هذا انا حقي ياخذ منه وطالبه بعدين ليش؟ انا اصلا هذا الـ هذا الـ هذا الكيان وجوده اصلا غلط، هو من وجوده غلط سواء في شبر او في 10 كيلومتر. ما انت مش عارف ترجع حقك. ليش انت مش عارف ليه ايش السبب؟ انا اقول لك شغله، تسمح لي شغله بس بسيطه جدا. هو في اوهام طبعا مزروعه بداخلنا، واحنا للاسف نرددها مثل ببغاء، ان احنا لا نتفق،
ان احنا لا نملك القوه للمواجهه هذه. انا طيب ايش الدليل؟ انا الان كمواطن عربي ايش الدليل اللي يثبت لي ان احنا غير قادرين على المواجهه؟ غير هي كلام في الجرائد العسكريه. حتى المواجهه العسكريه هذه بكل اشكالها، هي بكل اشكالها. انا لا، ما هي الحل المواجهه العسكريه. هنقول غير قادرين لاسباب كثيره، مش لغير قادرين لان ما عندناش جيوش، عندنا جيوش. استاذ نبيل بس اختصر لنا المواقف كلها. بس بدي اقول بانه فعليا عندنا في كثير من الاحيان نعتبر اسرائيل يعني او مجابهتنا مع اسرائيل هي هدف. انا بشوفها كل وجود اسرائيل هو نتيجه لوضع عربي. بنهايه البرنامج دائما نسال ضيوفنا الاعزاء ينتقوا موقع مسؤوليه، وشو اول قرار ممكن يتخذوه؟ نبدا من عندك ست يسير. موقع مسؤوليه ابقى وزيره هجره والغي التاشيرات بين الدول العربيه. عيني عليك، شكرا كثير. معلش عفوا اعطي السؤال للاصدقاء. انا نفسي اكون شارون عشان انتحر على طول. صعب، مش هتنتحر، هتتمسك بالحياه دي. انا عايزه بحاجه في التعليم، يعني مش شرط وزير تعليم بس يعني منصب مسؤول في التعليم، عشان ايام مدرسه كانت كئيبه بالنسبه لي والله العظيم. وسافرت، كان عندنا تبادل طلبه، فسافرت وانا في مدرسه بره. نعم. منظر الكراريس والكتب والشنط والفصل بتاعهم، وكنت صغيره قوي، فلسه فاكره الفرق ده ما بين عندنا مدرسه وده. فعايزه بقى عشان كده بقى كنا بنشيل شنطه قد كده مليانه كتب بنروح بيها المدرسه، عارف. فما زلت لسه نفسي اعمل بقى مدرسه كده ادلع فيها يعني الصغيرين. استاذ نبيل، انا مشتهي اعمل ثوره مشان ثاني يوم الصبح انجح فيها، ثاني يوم بعمل ثوره على حالي لقناعتي بان العالم ممكن يوقف عن نقطه واحده ولازم يمشي لقدام. تعليقا على ما ورد في بداية البرنامج، انه الواحد لما بيكبر بالعمر بيصير مرته بتنادي له بدل يا حبيبي يا اخي، فانا مضطر الحقيقة هلا انهي البرنامج لانه زوجتي واختي ام سائر تكون عم تستناني على العشاء. شكرا لتشريفكم، شكرا كثير كثير، نورتوا البرنامج. شكرا حبيباتي انتم كمان، وشكرا اللي ما زالوا معنا على شاشة الام بي سي، وان شاء الله منشوفكم بالاسبوع القادم اذا ما صار شيء.